السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف ما شفتوا من خلال العنوان كيبان بزاف على انه ما غاديش نتكلم على ما غنشرحش درس ما غنخدمش التمارين، وانما غنتكلم على واحد من احد اكثر المواضيع، يعني من بين المواضيع المستجده يعني اللي كثر الحديث حولها خلال هذه الايام الاخيره. اكيد كاملين شفنا بلاغ وزاره التربيه الوطنيه الاخير اللي ورد فيه على انه التعليم ان شاء الله ولا الموسم الدراسي ديال 2020-2021 ان شاء الله غادي يكون باحدى الصيغتين، يعني اللي هي مساله اختياريه بالنسبه للتلميذ، سواء تعليم حضوري او لا تعليم عن بعد. هاد جوج ديال المواضيع هادو بالنسبه لنا لحد الان ما غنتكلموش فيهم، ما غنتكلموش فيهم، نخليو اهل الاختصاص هما ادرى واعلم بهذه المساله هذه. ولكن غنتكلموا على واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف اللي وردات في هذا البلاغ اللي تكلم عليها كذلك وزير التربيه الوطنيه، واللي خاصني هي نقطه مهمه بزاف، خاصنا وليدات انني من واجب ديالنا اننا نثيروا الانتباه ديالكم حولها، هي مساله التعليم الذاتي. مساله التعليم الذاتي قبل من هادشي كامل غادي نشرحوا ما فيها باس. ذكرنا التعليم عن بعد، التعليم الحضوري، نحاولوا نشرحوا كل واحد. راه وليدات ملي كنتكلموا على التعليم الحضوري اشنو كنقصد به؟ كنقصد به هو الحضور الجسدي لكل من الاستاذ والتلميذ في القسم الواقعي، يعني انكم كتحضروا بجوجكم يعني بالاجساد ديالكم وكذا، كتحضروا بماديين، كتحضروا القسم يعني في المؤسسه ديالكم، والاستاذ كيلقي الدرس بصفه طبيعيه وعاديه. اما ملي كنتكلموا على التعليم عن بعد هو انه القسم الواقعي كيتحول لقسم افتراضي، بمعنى ان الاستاذ كينشا احد المنصات يعني المتاحه وكيحاول انه يخلق نوع من واحد القسم افتراضي وكيلقي فيه الدرس او كتتم فيه العمليه التعليميه عادي. هذا من اجل التوضيح. النقطة المهمة اللي بغيت نضيفها وليدات انا هي التعليم الذاتي. التعليم الذاتي شنو كنقصد به؟ كنقصد بالتعليم الذاتي هو ان بيان لوطو فورماسيون بالفرنسية، هو الانسان كيقرر راسو براسو، كيتعلم من راسو. بمعنى انه نعطيكم واحد المسألة مهمة، هو انه مجموعة من الدول، كبار الدول ملي كنتكلموا على دول يعني الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا، انجلترا، هو انها نجأت لهذا التعليم الذاتي. علاش؟ لان كاينين بزاف ديال الناس ربما ما حالفهمش الحظ، ما حالفهمش ثاني النصيب انهم يولجوا المسائل اللي كيبغيوها. اشنو دارت هذه الدول؟ هو انها حاولت انها تخلق منصات تسمى منصات التعليم الذاتي. اشنو كتفهم هذه المنصات؟ هو انه كتخلي للشخص الحق في اختيار او الحق في الرغبه يقرا المساله اللي بغا هو. متفقين؟ يعني ما بقاش المساله حكر على النقطه، ما بقاش المساله مرتبطه بالنقطه واش حاجه جبتي في الشهاده ديال البكالوريا، وانما ولات متاحه للجميع. كيف ما كان مستواك الدراسي، سواء عندك شواهد او لا ما عندكش، يمكن لك تولج لهذه المنصات وانك تتعلم. كيفاش ذكرت انا مساله التعليم الذاتي في هذا الفيديو وبغيت انني نطرق لها وليدات؟ هو الاهميه خصوصا بالنسبه للتلاميذ الثانوي، تلاميذ البكالوريا تحديدا. علاش؟ لانكم انتم ان شاء الله السنه القادمه ربما عندكم تعليم ان شاء الله غادي توجدوا التعليم العالي، وملي كنتكلم على التعليم العالي ما كايناش الزاميه الحضور، ما كايناش الزاميه ديال انك تقوم بالواجبات ديالك، وانما كيخليو المساله كتبقى مساله حر لكل شخص. يعني كل بغيتي تقرا غادي تخدم، ما بغيتيش تقرا ما غاديش تخدم، هذه بصفه عامه. لذلك وليدات بغيتكم الله يجزيكم بخير انكم تعلموا عمليه التعليم الذاتي، بمعنى انا نقرر راسي براسي. متفقين؟ كيفاش غنقرر راسي براسي؟ اكيد المعلومه الان ولات متاحه للجميع، ما بقاش المعلومه حكر، ما بقاش المعلومه كتسناني اني تمشي للقسم او للاستاذ انه يعطيها ليا، راه ولات الانترنت فيها ملايين وملايير ديال المعلومات في اي موضوع بغيت، اي تخصص بغيت. اللي كنتكلموا على التعليم الذاتي ايضا وليدات هو انك كيفاش غتقوم بالمعلومه؟ انك تبحث عن المعلومه راسك كيف ما قلت، انك تبحث في مواقع، انك تبحث في كتب، انك تسول الناس، يعني تسول الناس اهل التخصص في هذا المجال، تسول الناس اللي سابقين في هذا الميدان. يعني هذه هي عمليه مهمه من خلالها وليدات انكم كتكتسبوا مجموعه من المهارات، كتكتسبوا مجموعه من التقنيات، اولا انك كتعتمد على راسك، ثالثا انك ملي كتعلم واحد الحاجه لراسك كتبقى راسخه، ملي كتعلم واحد الحاجه لراسك كتقنها مزيان. لذلك وليدات ما نغفلوش على هذه المساله ديال التعليم الذاتي، ونحاولوا اننا نعتبروها فرصه باش اننا ان شاء الله نوجدوا راسنا للاعوام القادمه. وبهذا وليدات بغيت نتكلم على هذا، وصلنا لنهايه الفيديو، كانت رغبه مني انني نتكلم على هذا الموضوع اللي بالنسبه لي موضوع مهم بزاف واثار اعجاب ديالي صراحه. لذلك وليدات بغيتكم انكم حتى نتوما يعني تاخذوها بعين الاعتبار، واننا نمشيو بهذا الطريق ان شاء الله. وليدات اعانكم الله.